فكرة بوابات جاتلي في 2014 تقريبا. كان الفكرة كلها ان انا كنت بشتغل في شركة بترول شل، كنت مديرة مناجم شل، وكنت بقالي سنين بشتغل في شل، وانا بحب الاوتدور ورك عامة جدا، ان ببقى في نيتشر، وبحس ان ده بيقعد practical work and then being in nature is actually حاجة حلوة بالنسبة لي. ففي نهاية الخدمة عندي أنا كنت شال طبعا انتوا عارفين بتقفل، كانت في مصر الداون ستريم بيزنس بتاعها، فقررت ان أنا أخد نهاية الخدمة بتاعتي واشتري بيها حتة أرض وأزرعها. ولكن قعدت أفكر from a business perspective، الأراضي عشان الواحد يشتري أرض جديدة لازم، أو عشان تكسب أو عشان تبقى profitable business، lucrative business، لازم يكون أرض كبيرة قوي. ففكرت إن أنا، طب أنا بحب أعمل إيه؟ أنا عايزة أتعلم الزراعة، أبقى في outdoor، وفي نفس الوقت عندي حاجة لازم أضيف ليها services تانية. ففكرت إيه services تانية اللي ألاقيها في حتة الأرض الجميلة دي. ففكرت إن أنا ممكن أعمل حاجة سياحية أكتر، أو حاجة wellness، so it's a wellness and وسياحية في نفس الوقت. ففكرت، كنت رحت زرت بره كذا حاجة فيها أجري توريزم بره successful في بلاد كتيرة زي أسبانيا وإيطاليا، وإن هما بيعملوا دمج ما بين الزراعة والسياحة، فممكن حد يجي يقعد في الطبيعة وفي نفس الوقت يأكل أكل like farm to table food أو أكل healthy، وفي نفس الوقت يحضر يوجا إيفنت، live music إيفنت، ندوة ثقافية، ندوة علمية. فانا عايزه اكون ان في حياتي عامه يكون في طبيعه وفي علم. الميزه في بوابات كمان ان انا في كيلو 58 على اول طريق مصر اسكندريه الصحراوي، ف it's very near to the city and the hustle and the bustle of the city يعني. ففي نفس الوقت انت ممكن تروح يوم وترجع. بما اني سميتها بوابات قعدت افكر، I love landscaping برضو، فقعدت العب في اللاندسكيبنج واجيب بوابات قديمه من السبتيه ومن اسكندريه ومن الهند، شحنت بوابات من الهند وابتديت احطهم في اي حته وابنيهم بستراكشر يبقى very safe. طبعا safety is a very core in my business, previous business in mining, it's 101 يعني safety first، فلازم ابني الحاجات بطريقه صح. فابتديت ابني البوابات دي flying all over the place، وبعدين من غير مهندس ابتديت ابني ستراكشر بطوب الني او بيقولوا او طوب اللبن، فابتديت ابني الطوب ده بمقاسات معينه 22 سنتي في 12 سنتي، فابتديت ابني لوكيشن اقدر، لان الدنيا هناك في الصيف حر جدا، فاللوكيشن ده اقدر اشتغل منه. فبنيت اوضه بحمام بريسبشن وكيتشنات. اول مبنى يعني اركيتكتشري مظبوط يتعمل هو كان تلميذ حسن فتحي، اللي هو اسمه حسن الدهان، هو كان مهندس عايش في سان كاترين. He's got beautiful work بصراحه. فقلت له I told him my dream and he implemented the dream. فان انا كنت كتبت شعر على the seven souls، قلت له I want to do a beautiful قبه مكتوب عليها بالعربي من فوق بخط كوفي، وعايزة أعملها سبع بوابات وكل بوابة يبقى عليها كلمة تهمني، تبقى representation لأن عايزة إيه في بوابات، إن الواحد يجي يحس يقعد في الأرض بحب، إنه بيحلم، ففي حلم وفي خيال وفي حب وفي معرفة وفي to meditate. فكل الكلام ده موجود على الكل من البيبان، واسمها The Seventh Soul Dome. من ناحية الزيتون اللي بزرعه أنا اتعلمت، يعني كنت بشتغل في زيت عربيات، دلوقتي بشتغل في زيت زيتون أكتر. فأنواع الزيتون اللي أنا ابتديت أتعلم فيها، الأكتر نوع عندي العجيزي، هي زي التفاحة صغيرة كده وعملت بيها مربى زيتون. برضو الفكرة كانت معمولة في سيوة، مش أنا مخترعها بس أنا طورتها.
مرعوبة ان انا اغير الجيت واي بتاعتي. انا موظفة 22 سنة وعندي 2 كيدز وكنت a single mom تقريبا most of the time، فخايفة جدا ان انا اخد طريق جديد في ان انا اهاندل my sort of my work life balance والانكم اللي داخل، فاخدت ريسك. فانا قلت دي البوابه بقى بتاعتي ان انا ايه اعمل معادله ما بين الطريقه اللي انا عايزه اعيش بيها وال يو نو الطريقه الجديده اللي انا عايزه اعيش بيها. الناس تقولي ليه ما بتعمليش دعايه؟ ما بعملش دعايه، بحب word of mouth اكتر، علشان انا مش مستعجله، مع اني قابلت صعوبات كتيره جدا فاينانشال، بس مش مستعجله على رضي، مستعجله ان المكان ده يفضل سستينبلي روحه حلو. فدي اهم حاجه عندي، يعني يمكن خيبه ولكن مبسوطه كده.